اتهم النيابة العامة محمد عادل محمد اسماعيل عوض الله انه في 20 من شهر يونيو لعام 2022 ميلادية بدائرة قسم اول المنصورة محافظة الفقاهلية، اولا قتل المجني عليه نيرة اشرف احمد عبد القادر عمدا مع ضبط الاصرار بان بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لربطها الارتباط به واخفاق محاولته المتعددة لارغامها على ذلك، حيث وضع مخططا لقتلها حدد فيه ميقاتا ادائها اختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها، وعين يومئذ الحافلة التي تستقلها وركبها معه مخفيا سكينا بين طياط ملابسه وتتبعها حتى ما ان وصلت امام الجامعة فاخذها من ورائها بعدة طعنات سقطت ارضا على اسرها فولد عدي عليها بالطعنات ونحر عنقها